اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عذاب، ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.